بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد أبي بدء أرحب كذلك، فأنتم ضيوفنا في مكة، فيا أهلا وسهلا بكم وحياكم الله وبياكم. هذه الكلمة التي كلفت بإلقائها لهذه الوجيه الطيبة تتعلق بحب الوطن، وربما أول ما يتبادر إلى الذهن أن حب الوطن هو ألصق بالأدباء والشعراء، باعتبار أن أكثر ما نقل عن حب الوطن هو إما نثرا أو شعرا على لسان الأدباء وعلى لسان الشعراء. لكن حب الوطن وحب الأوطان هو أصل أصيل من أصول الشريعة وهدي نبوي كريم، ولو جمعت الآثار والأحاديث وأقوال أهل العلم في حب الوطن لزادت ولبزت ما نقله أهل الأدب والشعر نثرا وشعرا. هذه الكلمة التي كلفت بإلقائها ربما تنقسم إلى ثلاثة محاور، ولن أطيل بإذن الله عز وجل في خلال ربع ساعة أو أكثر قليلا أو أقل قليلا، سأتناولها من ثلاثة محاور. أولى هذه المحاور ما ورد في الكتاب والسنة وعلى لسان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حب الوطن وحب الأوطان. المحور الثاني سأتناول فيه الحقوق التي تتعلق بحب الوطن، ثم المحور الثالث يتعلق أيضا بالمحور الثاني، وهو أهمية الأمن والاستقرار لنماء الأوطان ولعزها ولرفعتها. لعلي أبدأ أولا بتعريف ما ذكره أهل اللغة في تعريف الوطن. عرفه أهل اللغة، قالوا: الوطن، ويقال أيضا الوطن بالتحريك والتسكين، الوطن والوطن، هو منزل الإقامة، والوطن هو موضع مولد الإنسان أو البلدة التي تأهل فيها. وحب الأوطان في الأصل فطرة فطر الله تعالى الناس عليها، على اختلاف أديانهم وعلى اختلاف مشاربهم وعلى اختلاف أهوائهم. ثم جاءت الشريعة موافقة لهذه الفطرة ومقررة لهذه الفطرة، ثم أضافت إلى ما يتعلق بحب الوطن وحب الأوطان من حقوق وواجبات. وقد نقل أهل الحديث وأهل السير عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق ذلك، وبعضها، أي بعض ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يشجيك وربما حتى يبكيك. من ذلك ما نقله السهيلي، قال: لما بدأت بشائر النبوة وبشائر الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، والتقى بورقة بن نوفل وأخبره، فقال: إنهم مكذبونك ومؤذونك ومخرجوك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ يقول السهيلي: فتأمل يا حفظك الله، فهذا دليل على حب الأوطان وشدة أمر مفارقته على النفوس،
فإن ورقة حين قال إنهم مكذبوك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم قال ومؤذونك فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم قال ومخرجوك فتحركت نفسه صلى الله عليه وسلم عند ذكر الخروج ما لم تتحرك قبل ذلك، فقال أو مخرجيهم، قالها صلى الله عليه وسلم متحسرا. وكذلك ما جاء في الصحيح، في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة هو وأصحابه فتركوا أوطانهم وديارهم، حمى أي أصابته الحمى أبو بكر وبلال الحبشي رضي الله تعالى عنه، فتقول عائشة فدخلت عليهما فقلت كيف تجدك يا أبي ويا بلال كيف تجدك، وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراف نعله. وكان بلال ينشد، والكلام لعائشة في صحيح البخاري، وكان بلال ينشد بعد أن تقلع عنه الحمى ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة وهل تبدون لي شامة وطفيل. وقالوا شامة وطفيل هما جبلان في ضواحي مكة، والإذخر معروف أنه من نبات مكة. فكذلك بلال كان يتحسر، وتأمل حفظك الله ورعاك، بلال عاش عيشة شظف في مكة، وعاش غالب عمره عبدا، وأوذي في الله عز وجل بعد إسلامه كثيرا، ومع ذلك حين هاجر إلى المدينة شعر بلوعة الفراق، فلذلك قال هذه الأبيات. فتقول عائشة رضي الله عنها فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، واستجاب الله تعالى لدعائه صلى الله عليه وسلم. ولو كان الأمر متيسرا لعاد أو لطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى مكة مراعاة لأنفس أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك الحديث الآخر، وهو حديث صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من مكة كان يقول ما أطيبك من بلدي وما أحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وكذلك عند الترمذي وصححه الألباني أنه صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة أوضع راحلته، أي أسرع براحلته شوقا للمدينة، وإن كان على دابة حركها أي أسرع بها حبا للمدينة حتى يصل إليها. وهذا الحديث لما أورده الملا قاري كأن المؤلف تحركت نفسه فأورد أبياتا أيضا في هذا المعنى، قال إذا دنت المنازل زاد شوقي، فلمح العين دون الحجر شهر، ولا سيما إذا بدت الخيام، فرجع الطرف دون الشهر عام. وقال أيضا الملا قاري وأعظم ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام، مع أن الأمر يسير، فإذا رأى جدران المدينة ربما إسراعه صلى الله عليه وسلم لن يقدم
شيئا كثيرا أو أخر، لكن النفوس مجبولة على حب المكان الذي تستوطن فيه صلى الله عليه وسلم. وفي تاريخ مكة أن بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من أهل المدينة اسمه أصيب، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أصيب، كيف عهدت مكة؟ قال: يا رسول الله، عهدتها قد أخصب جنابها وبيضت بطحاؤها وأعذق إذخرها وأسلت ثمامها. فقال: حسبك يا أصيب، لا تحزن. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم اغرورت عيناه من الدمع فقال: يا أصيب، دع القلوب تقر، صلى الله عليه وسلم. والإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء لما ذكر محبوبات النبي صلى الله عليه وسلم فعدد شيئا منها وطائفة منها، فقال: وكان صلى الله عليه وسلم يحب عائشة ويحب أباها ويحب جبل أحد، وكان صلى الله عليه وسلم يحب وطنه صلى الله عليه وسلم. لذلك كان البعد والإخراج من الوطن من أعظم ما يقع في النفوس من أذى. لذا قال المفسرون في قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فإن الله تعالى قال المفسرون: فإن الله تعالى قرن الجلاء عن الوطن بالقتل فجعله صنوا له، فجعل الخروج من الوطن أو الإخراج من الوطن كالقتل. لذلك أيضا جاءت في الشريعة بعض العقوبات وهو النفي والتغريب، ما يسجن لكنه ينفى، يبعد عن وطنه وعن مكان إقامته عقوبة له. وقد جاء في بعض الآثار أن الخروج من الوطن عقوبة، وجاء عن عمر، وهذه استقيتها من كتب الأدب ولا أعلم مدى صحتها صحة السند إلى عمر، لكن المعنى لا شك أنه صحيح. قال عمر: لولا حب الوطن لخربت بلاد السوء، فبحب الأوطان عمرت البلدان. ويقصد خربت بلاد السوء بمعنى رب أرض قاحلة سيئة لا نبت فيها ولا ماء، لكن تجد في هذه الأرض أو لهذه الأرض من يحبها ويمكث فيها ولا يرضى عنها بديلا، فتعمر بسبب حبهم لهذا الموضع أو لهذا الوطن. ولو أردت أن أجمع ما ذكره الحكماء وما نقله أهل الحكمة وأهل الأدب في ما يتعلق بالأوطان لطال المقام، لكني أذكر شيئا لطيفا طريفا نقله الجاحظ في رسائله، فإنه جمع في موضع من رسائله عن أناس من الأعيان ونسب بعضا منها إلى الأنبياء، إلى النبي يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، والله أعلم بصحته، لكن نقل عن كثير من الأدباء والأعيان والمعروفين ممن حملتهم أحوالهم وظروفهم على النأي عن أوطانهم والبعد عنها، لكنهم أوصوا حين موتهم أن تنقل أجدادهم وأن تنقل جثمانهم إلى الموضع الذي تربوا فيه أو إلى أوطانهم، وذكر أسماء كثيرة في هذا الموضع من أراد أن يعود إليه فليعود. قلت سابقا الآثار كثيرة، لكن ربما أول ما يتبادر إلى الذهن أن ما يتعلق بحب الوطن إنما هو كلام وأقرب إلى الأدب منه إلى الشرع، لكنه لمن استقرأ يجد
من الآثار والأحاديث والهدي النبوي ما لم أجمعه الشيء الكثير. ثم انتقل إلى المحور الثاني، ولعلي أنقله أيضا على وجه سريع، وهو أن الشريعة قد أقرت هذه الفطرة، أي حب الوطن وحب الأوطان، ثم زادت ذلك بأن جعلت لهذه الأوطان ولهذا الوطن حقوق وواجبات لا بد للمواطن ولمن أقام فيها أن يتكفل بتقديمها لهذا الوطن، وإلا أضحى الحب مجرد دعوة، كما قال الشاعر: كل يدعي وصل ليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فحب الوطن لا شك التزام وقيم ومبادئ، وأعظم حق للوطن لا بد من مراعاته، ولا بد أن يبذل هو إعماره وبناؤه. فإن هذا الإعمار هو من أعظم مقاصد خلق الإنسان، أعظم مقصد من خلق الإنسان هو عبادة الله عز وجل، ثم إعمار هذه الأرض. يقول تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. قال المفسرون: فمن الله تعالى بأن خلقنا، أنشأنا من هذه الأرض، ثم عطف المنة الأخرى أو الواجب الآخر وهو استعمارنا فيها. وقالوا: الاستعمار هو بمعنى الإعمار، أي جعلكم عامرينها. فالسين والتاء ها هنا للمبالغة، ومعناه اجعلوا الأرض التي خلقتم فيها ومنها عامرة بالبناء والغرس والزرع وكل ما يعود بالنفع. وقس على ذلك كل ما يعود بالنفع على هذه البلاد وعلى هذه الأوطان من عمارة، من مصانع وتقنيات ونحوها، كل ذلك مما من مقاصد خلق الإنسان حين قال: واستعمركم فيها. وكذلك من أعظم الاستعمار أو الإعمار هو أن نحافظ على كل منجزات الوطن، أن نحافظ عليها من العبث والتخريب ونحوه. وصنو العمار أو الاستعمار المشار إليه في الآية، الذي أشرنا إليه في الآية قبل قليل، بل وهو أهم، أن تعمر الأوطان بالإيمان والإسلام، وذلك بتوحيد الله عز وجل وتطبيق شرعه والدعوة إلى الله عز وجل ونصرة كتابه ونصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة، إلى غير ذلك مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العمران، أي العمران الإيماني، هو الذي يتميز به المسلم من غير المسلم. العمران الحضاري التقني الصناعي هو من أهم المقاصد ولا شك، لكن هذا تشترك فيه النفوس والأمم والخلائق كلها على اختلاف أديانهم ومشاربهم، لكن العمار الإيماني الإخلاقي هو الذي يتميز به المسلم دون غيره. وهذا العمار ربما يتبادر مصلة بين أن يقال العمار إيماني، وهل تعمر البلدان بالإيمان؟ قلنا إذا كان ربنا قد قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. فقال المفسرون هنا بعضهم يقول العمار بمعنى العمار البنياني، أن تعمر، وكثير منهم يقول العمار ها هنا بمعنى العمار بالصلاة وقراءة القرآن والاعتكاف ونحوه. فإذا كان الأمر كذلك صح أن يقال
كذلك الأوطان تعمر بالإيمان. هذا المحور الثاني. والمحور الثالث وهو الأخير وترتيبه من حيث الذكر، بمعنى الثالث وهو من حيث الذكر، لكنه من حيث الأهمية ربما يسبق الثاني، فالعمران الحضاري لا يتصور، العمار الإيماني الحضاري لا يتصور إلا في ظل أمن وارف واستقرار دائم. ولو لم تأتي الشريعة مبينة لذلك على أهمية الأمن لكان حسبنا من الواقع الذي نشاهده ومن التاريخ الذي نستقرئه ما يؤكد أن بين العمار والأمن توأمة لا تنفصل. فلا يمكن أن يتصور عمار وتشييد وبناء وتقدم ورقي وازدهار إلا في ظل أمن، إلا في ظل أمن واستقرار. يقول تعالى عن أول دعوة لإبراهيم عليه السلام حين استوطن مكة: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزقهم من الثمرات. والأمن ها هنا هو ضد الخوف، هو عدم الخوف مطلقا، بمعنى أن لا يخاف، أن يلقي على سكان هذه المدينة الأمن فلا يخافون أبدا. يقول الطاهر بن عاشور في هذا الموضع: لقد كانت دعوة إبراهيم هذه من جوامع كلم النبوة، فإن أمن البلاد والسبل يستتبع جميع خصال سعادة الحياة، ويقتضي العدل والعزة والرخاء، إذ لا أمن بدونها. وهو أي الأمن كذلك يستتبع التعمير والتشييد والإقبال على كل ما ينفع. انتهى كلامه. وقد أسلفت أنه لو لم ترد النصوص الصريحة لبيان عظم وأهمية الأمن لكان من استقراء التاريخ والواقع ما يكفي دليلا على صحة هذه الدعوة. وليتأمل أحدنا ما نراه وما نسمعه من فتن وقلاق وحروب ومجاعات، ثم نقارنه بأحوالنا، فلا نملك إلا أن نحمد الله تعالى على هذا الأمر. فأمن ولله الحمد باسط، والشرع قائم، والدعوة إلى الله تعالى ظاهرة، كتاب يتلى، وآذان يرفع ويسمع، وسنة تنصر. ونذكر هذا، وإنما نذكر هذا تحدثا بنعمة الله عز وجل، فإن ربنا يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. ومن شكر النعم تذكرها وتذاكرها، وقد جاء في الحديث وما وقفت على صحته: التحدث بالنعم شكر. ومن أعظم ما يعين على المحافظة على هذه النعمة وهي نعمة الأمن التآلف والتكاتف والتآخي بين الراعي والرعية وبين الرعية أنفسه، وذلك بلزوم السمع والطاعة للراعي في غير معصية الله عز وجل. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة، قال: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم
وطاعة ربهم، انتهى كلامه. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن رجب لا مرية فيه، حق لا مرية فيه. ولا يمنع هذا السمع، هذا الأصل وهو السمع والطاعة، لا يمنع كذلك حق النصيحة بإخلاص وحب لاجتماع الكلمة وبغض للخلاف والافتراق. وقد جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليها قلب امرئ مسلم، أولاها إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الرواية يغل بمعنى الحقد، يعني لا يحقد عليها. وهذه الرواية جاء الحديث في الصحيح: ثلاث لا يغل عليها قلب امرئ مسلم، إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. والرواية يغل بمعنى يحقد، أي من الغل، فلا يدخله حقد في شيء من هذه الأشياء، بمعنى حتى إذا أردت أن تنصح أن تكون النصيحة نابعة من قلبك بإخلاص وحب وحرص على جماعة المسلمين. ويروى كذلك بضم الياء وكسر الغين، ومعناها الجناية، أي لا يجني، أو عفوا بمعنى الخيانة، أي يقدم على هذه الثلاث لكن من غير خيانة. وفي هذا المقام نقل ابن عبد البر أبياتا لطيفة عن عبد الله بن المبارك في هذا المعنى، يقول: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا، فاعتصموا منه بعروته الوثقى، لمن دان لولا الخلافة لم يؤمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. هذا ما سمح به المقام وما سمح به الوقت، والله تعالى أسأل أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.